شكرا جزيلا إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة الإخبارية التي نسلط فيها الضوء على أهم الأخبار والمستجدات من الوكالات العربية والدولية. والبداية مشاهدينا عن الشأن السوري، وجاء في وكالة الأنباء السورية سانا عن هذا الخبر: لافروف وبيدرسون وضرورة القضاء على الإرهاب بإدلب وتسهيل عودة المهجرين السوريين وإعادة الإعمار. متن الخبر والتفاصيل: أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في سوريا دون تسييس. وقال لافروف في مستهل لقائه للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا بيترسون في موسكو إن الوضع الميداني يتحسن في سوريا، حيث تم دحر الإرهابيين من معظم المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، واستعادت الدولة السورية سلطتها على أغلبية أراضيها، مشيرا إلى ضرورة القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب. وشدد لافروف على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في سوريا دون تسييس، مبينا أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية تحت إشراف أممي بأقرب وقت ممكن، ونحن نراقب الانحياز وازدواجية المعايير لدى بعض الدول الغربية التي لا تريد إدخال المساعدات إلى المناطق التي ينتشر فيها الإرهابيون. وخبرنا الثاني مشاهدينا الكرام جاء في وكالة رويترز الدولية، وتحدثت عن ترامب وبوريس جونسون وعلاقات ثنائية مهمة. في الخبر: البيت الأبيض، ترامب يتحدث مع رئيس وزراء بريطانيا بشأن أمن الاتصالات. متن الخبر والتفاصيل: قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ناقش أمن شبكة الاتصالات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك مع اقتراب بريطانيا من اتخاذ قرار بشأن دور شركة هواوي الصينية في شبكات الجيل الخامس بالبلاد. وأضاف البيت الأبيض في بيان بشأن الاتصال الهاتفي أن الزعيمين ناقش العلاقات الإقليمية والثنائية المهمة، بما في ذلك التعاون لضمان أمن شبكاتنا للاتصال. وعن الصين مشاهدينا الكرام تحدثت عنه وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس، وفي هذا الخبر: الصين تعزل ملايين الأشخاص لمكافحة فيروس كورونا. متن الخبر: كثفت الصين جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، فعزلت أكثر من 40 مليون شخص، بينما تم إلغاء عدد من الاحتفالات التي كانت مقررة السبت بمناسبة السنة القمرية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المواقع الشعبية التي تلقى إقبالا كبيرا. وتضاعفت الحصيلة الرسمية للمصابين بهذا المرض الذي ظهر في كانون الأول ديسمبر في سوق في مدينة ووهان، مع وفاة 26 شخصا بين 830 مصابا، بينهم 177 في حال خطيرة. وغادر المستشفيات 34 مصابا وكانوا قد تعافوا، فيما أخضع للفحص أكثر من 1000 شخص يشتبه بإصابتهم. وتم الإبلاغ عن حالتي وفاة للمرة الأولى بعيدا عن مركز الوباء، الأولى في هوباي وهي المنطقة المحيطة ببكين، والثانية في مقاطعة هايلونغانغ الواقعة على الحدود مع روسيا. وفي الخارج جرى تسجيل حالة ثانية في الولايات المتحدة، كما جرى تسجيل حالتين في فرنسا للمرة الأولى في أوروبا.
أما عن اتفاقية المغادرة الأوروبية تحدثت عنها وكالة أنباء البحرين مشاهدينا والمعروفة اختصارا باسم بنا، وهذا الخبر رئيس الوزراء البريطاني يوقع على اتفاقية المغادرة الأوروبية. متن الخبر: وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم على اتفاقية المغادرة الأوروبية تمهيدا لخروج المملكة المتحدة رسميا عن المجموعة نهاية الشهر الجاري. وقال جونسون في بيان بهذه المناسبة إن توقيع اتفاقية المغادرة لحظة رائعة تحقق في النهاية نتيجة استفتاء عام 2016 وتضع حدا لسنوات عديدة من الجدل والانقسام، ويمكننا الآن المضي قدما كبلد واحد وتحت قيادة حكومة تركز على تقديم خدمات عامة أفضل وتوفر فرصا أكبر وتطلق العنان لإمكانات كل ركن من أركان الأمم أو المملكة المتحدة، وفي نفس الوقت نبني علاقة جديدة وقوية مع الاتحاد الأوروبي مبنية على أسس الصداقة والمساواة في السيادة. يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي وقعوا في وقت سابق على اتفاقية المغادرة البريطانية، وتبقى الخطوة الأخيرة في مشوار المغادرة هي موافقة البرلمان الأوروبي المتوقع إكمالها يوم 29 من يناير الجاري. مشاهدينا، عودة إلى الملف الصيني، وتحدثت عنه وكالة شنخواء الصينية، وهذا الخبر أيضا: ووهان تبني مستشفى جديدا خاصا لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد. متن الخبر: قرر حي تسايديان بمدينة ووهان بناء مستشفى خاص لعلاج مرضى الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد بمقاطعة هوبي بوسط الصين، ويتوقع أن تبلغ مساحة المستشفى الخاص 25,000 متر مربع على أن تكتمل أعمال البناء والتشغيل قبل حلول يوم 3 فبراير، حيث سيستفيد المستشفى الخاص من خبرات مستشفى تشاونشغان في بكين الذي لعب دورا مهما في حملة مكافحة فيروس سارس عام 2003. ومشاهدينا، خبرنا الأخير جاء في وكالة أنباء الإمارات والمعروفة اختصارا باسم وام، وتحدثت في هذا الخبر عن: كوريا الجنوبية تعلن عن ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد. ومتن الخبر: أعلنت كوريا الجنوبية عن ثاني حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الصيني وسط تصاعد المخاوف من انتشار المرض الذي يشبه الالتهاب الرئوي عبر جميع أنحاء الصين وأجزاء أخرى من العالم. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنها أكدت إصابة كوري جنوبي كان يعمل في مدينة ووهان بالصين بالفيروس الجديد من سلالة كورونا، وذكرت أن الرجل البالغ من العمر 55 عاما كان قد زار عيادة صينية لمعاناته من بعض الأعراض المرضية بما يشمل الالتهاب الحلق منذ الأسبوع الماضي، وذلك قبل أن يستقل طائرة اتجهت نحو مطار كيمبو الدولي غرب سيئول في وقت متأخر من يوم 22 يناير. وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت عن أول حالة إصابة بالفيروس الجديد لامرأة صينية وصلت إلى مطار إنشون الدولي مؤخرا. وأوضحت المراكز الكورية أن 25 حالة مشتبه بها قد أظهرت نتائج سلبية للفيروس، وأعلنت شركة خطوط الطيران الكورية كوريان إير أنها ستعلق رحلاتها إلى ووهان بحلول نهاية الشهر الجاري.
ومشاهدينا بهذا الخبر تكون قد انتهت هذه الفقرة الإخبارية من الآن. قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار والمستجدات من الوكالات العربية والدولية. أشكر لحضراتكم طيب وحسن المتابعة، والآن دعونا أن نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم يعود الزملاء إلى حضراتكم في استوديو إكسترا نيوز.